بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح المعادلات وطريقة حلها لو جالنا حاجة مختلفة عن اللي احنا شفناه قبل كده، اللي هو قدامنا ده اللي هو البولينوميال. بفكركم بيه تاني، اللي هو المعادلة لما تكون من درجة أولى أو تانية أو تالتة، ال e of r x وال cosine أو sin x. لو جالنا حاجة تالتة بنتصرف ازاي، أو حاجة مختلفة يعني، بنتصرف بال variation variation of parameters. طب ال variation of parameters دي بتحل الحاجات المختلفة بس؟ لأ، ال variation of parameters ممكن تحللي الحاجات اللي هو مثلا عندي في الجنب اليمين حاجتين فيها y بي 1 و y بي 2 مثلا. طب أنا ليه بقى عرفت القوانين التانية دي وحليت بيها جوه في الأول، رغم إن ال variation ممكن تقوم بالدور؟ لأن هو أصلا في المسألة أو في الامتحان بيجي يطلب منك، يعني يقول لك حل ال variation، تمام، او يقول لك حل عادي من غير فاريشن، فهو بيطلب، فانت لازم تكون عارف طريقة الحل بتاعتها. طيب عندنا طريقة الحل ازاي؟ قبل ما نخش على القانون ده هفكركم بس بحاجة بسيطة، يعني طبعا سيبكم العك اللي هو الباقي اللي هنا ده، انا بس بفكركم لما كان عندنا في المحددات مثلا عايزين نجيب قيمة ال x وقيمة ال y ومدينا المعادلتين دول اللي هو 3x بلس 2y ايكوال 0 و2x بلس 5y ايكوال 3. كنا بنجيب المعاملات بتاعة ال x وبنحطها في أول عمود، تمام، ومعاملات بتاعة ال y ونحطها في تاني عمود. بعدين نجيب، عشان نجيب ال x كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب المحدد بتاع الدلتا اكس اللي هو احنا لسه قايلينه من شوية ده على الدلتا كلها. طب الدلتا دي اللي هي ايه؟ الدلتا دي شايفينها 3 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 5. طب الدلتا اكس، انا اسف معلش انا عكست الاكس، الدلتا هي اللي انا قلتها من شويه اللي هو 3 وهنا 2 في اول عمود وهنا 2 وهنا 5 في تاني عمود. انما الدلتا اكس بنشيل الصف، قصدي العمود بتاع الاكس، ونعوض مكانه بالقيم اللي بره دي اللي هي 0 و3، تمام. فهو شايل هنا ال 3 وال2 وحط 0 و3، وهنا العمود التاني زي ما هو 2 و5، وهكذا في الواي. نشيل العمود بتاع الواي ونحط القيم دي، والعمود بتاع الاكس نحط 3 2، وبنجيب من خلالها الاكس وبعدين بنجيب من خلالها الواي. طبعا عشان الناس اللي بتتلخبط هنا، يعني انت بتضرب اللي على الشمال الاول ناقص اللي على اليمين، تمام، يعني 5 في 0 0 ناقص 2 في 3 ب 6. لو بتتلخبط فيها انا عن نفسي احفظها بطريقه معينه، يعني يمكن تساعدك في الحل، اللي هو انا ايدي اليمين فين، لا انا هاخد الشمال، زي ما تقول بناقد نفسي. يعني هو حل عبيط شوية بس يعني انا عن نفسي بيفكرني، لو هيفكرك يعني انا عاوز اساعدك بس. فانا كنت بفكركم بالحتة دي عشان نرجع، ما يعني مبقاش الشكل غريب عليكم شوية. يا ريت لو انت في الاول تكتب القوانين دي. طب القوانين دي بتقول ايه؟ اولا الواي هوموجينيوس انت بتجيبها، تمام، فدي مش محتاجة بقى القانون بتاعها، يعني انت تجيبها. بس هو ايه كاتب لك الاول c1 y1 بلس c2 y2. ليه ال y1 وليه ال y2؟ عشان انت ال y1 وال y2 دول هتاخدهم وتستخدمهم في حل المسألة زي ما هنشوف في الحل في الابليكيشن دلوقتي. فانت يا ريت تكتب له القانون ده وده، تمام، برضو القانون دوت، يعني واحدة واحدة هتحفظه، يعني اكتبه وهتحفظه عادي. اللي هو y1 ده عشان نفهم الكلام ده دلوقتي، تمام، ال y1 دي يعني احنا بنجيب الحل الهوموجينيوس، تمام. في c1 مثلا كوزين اكس مثلا، بناخد الكوزين اكس دي بنعبر عنها ب y1، وهنا في مثلا ساين اكس مكان y2، فساين 2 دي ساين اكس بنعبر عنها ب y2. بعدين بنجيب المشتقة بتاعت كل واحدة فيهم، ودي بتبقى المحدد بتاعنا الجديد اللي احنا هنجيب زي الدلتا كده بالظبط، تمام. وبعدين نبدأ نجيب، فاكرين الاكس هنا والواي، الاكس بالظبط كده هنعمل نفس اللي هنعمله، اللي هو عندنا بقى بس هنا هتبقى واي 1 وواي 2، بس مع اختلاف بسيط ان انت هنا عندك القانون بيبقى واي داش او المشتقة الاولى الواي 1، فانت مضطر ان انت الاول تكملها عشان توصل لواي 1، وبعدين تجيب تكمل الواي 2 عشان توصل الواي 2، وبعدين تعوض فيهم في الواي بارتيكول.
طبعا المثال كالعادة هو اللي هيوضح، هو صفحة 11 في الابليكيشن. تمام، طبعا في أمثلة كتير أنا عديتها في اللي فات، معتمد على إنك أنت فهمت خلاص، فنفس الفكرة يعني. تمام، طيب نشوف المسألة اللي هي 13، هي دي تحت شوية. يعني احنا لو لاحظنا هنا، لا إله في الصفحة اللي بعدها بس. طيب اللي معايا ابلكيشن يبص فيه بقى، يعني انا كده مش هعرف اتكلم هنا من الصورة دي. بس هي المسألة عامة في الجنب اللي على اليمين في اكس بلس 1 بين قوسين مضروبة في اي باور 2 اكس، ديت لو لاحظنا احنا ممكن نحلها بالطرق التانية العادية، بس هو هنا حلها ازاي؟ حلها بالفاريشن. تمام، بس انا مش هحل المسألة دي، هحل مسألة تانية. تمام، اللي هي المسألة اللي في صفحة 12، ممكن تكون دي واضحة شوية. تمام، دي واضحة شوية، فحل المسألة دي دلوقتي. انت دلوقتي بتجيب الواي هوموجينيوس بالطريقة اللي احنا بنجيبها بيها عادي، اللي هي هنا هتعوض وتجيب الواي هوموجينيوس زي ما معوض لك كده، وجاب الواي سي اللي هي الواي هوموجينيوس، فانت عندك دي واي هوموجينيوس كده خلاص جبتها. طيب بتعمل ايه بقى بعد كده؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ يا ريت زي ما قلنا اول حاجه تكتب له القانون اللي هو ده، اللي هو واي هوموجينيوس سي 1 واي 1 بلس سي 2 واي 2، وكتبت واي بارتيكولار ايكوال واي 1 يو يو 1 واي 1 بلس يو 2 واي 2. يعني انت خدت من هنا الواي 1 وحطيته هنا في الواي بارتيكولار، وهنا الواي 2 حطيته في الواي بارتيكولار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك هنا الاكس الكوزاين 3 اكس دي هتعتبرها واي 1، والساين 3 اكس دي هتعتبرها واي 2. تمام، اهو. بعدين عامل ايه بقى؟ جاب الدبليو او اللي احنا قلنا عليها دلتا، وبعدين كتب في اول عمود واي 1 واي 2 في اول صف، انا اسف، وبعدين جاب المشتقه بتاعت واي 1 والمشتقه بتاعت الواي 2. تمام، طبعا القوانين الاشتقاق والتكامل دي انا معايا، لو حد عاوزها يعني يبقى يكلمني وانا هبعتها له، عشان النت عندي انا مش عارف ارفعها. تمام، فهو هنا ما حسب طلعت بثلاثة. طيب الاول عشان ما ننساش، يعني واي 1 وواي 2 ليه هم جم في الصف الاول؟ نرجع تاني نبص للمعادلة هنا، واي 1 هنا واي 1 وواي 2 اما جه اعوض في القانون اللي قدامنا ده اللي هو تحت، اللي هو واي 1 داش او المشتقه الاولى الواي 1 ليو 1، انا اسف معلش هم اصلا اتلخبطوا هم الجزء، وبعدين واي 1 بلس يو 2 هاش واي 2 ايكوال 0، وتحت يعني ايه في اكس على ايه دي؟ يعني الاي دي اللي هي المعامل بتاع الحاجه نفسها. يعني مثلا هي في المساله ايه؟ في المساله كانت كوسيت. تمام، الجنب اللي علينا هو كان كوسيت، يعني هي هتطلع برضو كوسيك 3 اكس، يعني كانك ما شفتش على اي دي. تمام، هو الجنب اللي على اليمين دوت، وانت فوق بتفصل في اول هنا انها دي زيرو، كده كده هتكتب زيرو، اللي هو لما بنشيل عمود عشان نجيب خاطر عشان خاطر نجيب قيمة مثلا يو 1 او يو 2. تمام، بس احنا هنا بقى طالما المعادلتين قدامنا بالشكل ده، يبقى نجيب واي داش او المشتقة الاولى ليو 1 والمشتقة الاولى ليو 2. تمام، وبعدين زي ما قلنا هنرجع نكملهم عشان نقدر نجيب الواي بارتيكولر، وبعد ما نخلص نجيب الواي جنرال سوليوشن اللي هو حاصل جمع الواي بي بلس الواي اتش. طيب زي ما قلنا القانون ده لازم هيتحفظ، ماشي، بعدين يعني انا افضل ان انت تكتبه، انت ممكن تحل كده بس انا ما اضمنلكش ان انت تاخد الدرجه كامله، اكتب له حتى القانون، حتى لو عشان لو ما كملتش مساله صح هيديك درجه على القانون. المهم هنا جبنا ال W تمام ايكوال 3، بعدين جبنا ال W1. طبعا ال W1 اللي هي
شال اول عمود هنا، يعني كاننا بقى بنعوض في القانون ده. شال يعني احنا مثلا عايزين الـ هنا W1 معناها ان Y U1 هاش، فهو هيشيل الصف بتاعها ويحط الزيرو والاف اوف اكس، تمام؟ فهو شال الصف بتاعها وحط الزيرو والاف اوف اكس اللي هي هناك جوه، وبعدين حط العمود التاني زي ما هو، وبعدين جاب الناتج، والW2 برضو نفس النظام وجاب الناتج. بعد كده احنا قلنا ان دي في القانون اللي هي U1 هاش اللي هو المشتقة الأولى ل U1، فاحنا عايزين ال U بس فهنكملها، تمام؟ فهنكمل هتطلع هنا، يطلع نفس الناتج ده ويطلع الناتج ده، تمام؟ وبعدين تبدأ بقى تعوض في القانون عادي U1 Y1 Y1 طبعا اللي انت فرضها هنا من الأول، اللي انت واخدها من ال Y homogeneous، وال بلس U2 Y2، وبعدين تبقى تجمعها على الواي هوموجينيوس، وكده تبقى خلصت انت المسألة، تمام؟ أتمنى ما أكونش طولت عليكم، شكرا.